أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. الحكم تارك الصلاة. الجواب: تارك الصلاة كافر، ويجب إطلاق لفظة كافر على تارك الصلاة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. اختلاف العلماء بعد ذلك هل هذا الكفر كفر عملي او كفر اعتقادي، هذا بحث اخر يبحثه طلاب العلم. ولكن حال تارك العلم واحوال تارك الصلاه احوال تارك الصلاه تختلف. انسان يترك الصلاه ويعرض عنها مطلقا، لا يصلي، يذكر وينصح وقد يخوف بعد استعمال جميع الوسائل والأسباب للتأثير فيه ليصلي، إذا رفض وترك هذا كافر كفرا بواحا، لأن ذلك يدل على خراب قلبه. الكفر خراب القلب الذي لا يتأثر بالموعظة والنصيحة والتوجيه ويصر على ترك الصلاة فهو كافر، لا يصلى عليه لو مات ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولكن من يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا، أذكر بحثا لشيخ الإسلام ابن تيمية أن مثل هذا لا يقطع بكفره بل يعد من عصاة الموحدين، يصلى عليه لو مات ويدفن في مقابر المسلمين. مسألة تارك الصلاة مسألة طويلة ومتشعبة، ألفت في هذه المسألة عدة رسائل وعدة كتب لأهل العلم. وأمثل رسالة ألفت في هذه المسألة رسالة كتاب الصلاة لابن القيم على طريقة المناظرة، فعلى طالب العلم أن يرجع إلى هذه الرسالة. لكن من الناحية العملية أن أتساءل أي معاقل يرضى لنفسه أن يكون إيمانه محل خلاف بين أهل العلم، هل هو مؤمن أو كافر؟ يعني أقل شيء، أقل ما يقال في تارك الصلاة، يختلف أهل العلم هل هو كافر كفرا بواحا أو كفره كفر عملي بعد الاتفاق على إطلاق لفظ الكفر عليه. إذا ترك الصلاة أمر خطير جداً.